مرحبا، معكم ديفيد. الآن أنا في فرانكفورت، يا هنا الشارع الرئيسي تقريبا في فرانكفورت، محل ماركات. هنا كمان في شراء، في محل تسوق، مول كبير يعني هون فرانكفورت بالشارع. منظر كتير جميل. هنا محل نيويورك، اسمه نيويورك، مثل يعني نيويورك العاصمة تبع أمريكا، يا واشنطن. بس نيويورك هذا محل كتير رخيص في جميع ملابس الأوروبية. هون الشارع كمان تقريبا مليان. هون في سعوديين أو إماراتيين عرب يعني، لأنه فرانكفورت تعتبر المدينة الثانية بالحجم، سكانها 5 مليون. مطار فرانكفورت في السنة 70 مليون طيارة بتنزل سنويا. هذا ليس مبالغ في الكلام، ولكن ممكن تخشوا على الانترنت وتشوفوا بيدخل 70 مليون طيارة سنويا. هذا محل اسمه ديشمان. ديشمان يعني كمان محل ألبسة، كتير رخيص هون في ألمانيا. محل نيويورك كمان محل رخيص كتير جدا. هنا في عرب يعني إماراتيين أو خليجيين كتير يعني بيجوا لهون على المدينة المحبوبة شتوتغارت. يا هذا بيبيع سندويش في الشارع. يا هذا أبراج فرانكفورت، اسمه سكاي لاين فرانكفورت. منظر جميل جدا في الشارع الرئيسي هون، شارع التسوق، شارع التسوق في فرانكفورت. يا هون محل التسوق، مول كتير جميل هذا المول. اوكي اديداس اينكوف سنترو. Shopping Center on my side. Etagenübersicht. Hier kannst du كتير حلو في مدينة فرانكفورت. الملابس رخيصة جدا هون، الصفاية كتير حلوة. يا أتمنى فيديوهات تبعي يعجبوكم في مدينة فرانكفورت اليوم. ونعم في تصليح، تصليح في المدينة، في المول، مول جميل جداً.